السلام عليكم، معكم محمد عدي. هذا السؤال ايش يبغى؟ يبغى اللي هو الفريكونسي، ويبغى بيرسون دا ديوتي سايكل. طيب احنا كم عندنا هنا التي؟ التي اللي هي هذه اللي هي 10 مايكرو سكند، اللي هي هذه التي. طيب كيف نطلع الفريكونسي؟ الفريكونسي معروف اللي هي 1 على تي اللي هي التايم يعني. فالعشرة ضرب 10 أس ماينس 6 لأنها مايكرو، بيطلع لنا اللي هو 100 كيلو هيرتز. طيب هنا البيرسنت ديوتي سايكل اللي هي 1 على 10 ضرب اللي هي 100، بيطلع لنا 10%. هذا